متابعينا الأوفياء في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. حلقتنا اليوم تختلف عن كل الحلقات وعن كل الروبورتاجات، بحيث أن ضيفنا اليوم هو حامل لكتاب الله ويحمل في صدره كتاب رب العالمين. معنا ومعكم الأخ أحمد الترفوس أو القارئ أحمد الترفوس. قبل أن نتعرف عليه سنستمع وإياكم لتلاوة عطرة بصوته الشجي، وثم نعود إليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. إذن متابعينا الأوفياء، كما سمعتم تلاوة مؤثرة وجميلة جدا، وآخر آية فيها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هذه الآية تحتاج إلى تمعن وفهم، فرب العزة سبحانه وتعالى قريب من عباده، فطوبى لمن تقرب إلى الله بالعبادة والأعمال الصالحة. أيضا هذه الآية تتحدث عن شهر رمضان تزامنا مع هذا الشهر الفضيل. إذن متابعينا الأوفياء، نخليكم مع سيدي أحمد، نتعرف عليه أكثر في هذا الروبورتاج إن شاء الله. سيدي أحمد قربنا منه أكثر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواتي الأعزاء، نحبكم في الله، طيبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، نتمنى من الله أن تكونوا بخير وعلى خير. أنا اسمي أحمد ترفوس من مدينة طنجة، حامل لكتاب الله. تبارك الله عليك سيدي أحمد. سيدي أحمد، نبدأ معك من البداية ديالك في حفظ القرآن، كيفاش بديت؟ بدايتي في حفظ كتاب الله كانت بداية صعبة جدا، ومع المداومة والحمد لله
بدا كيجي داكشي ساهل وتنسنا فهمت. الحمد لله. المده اللي حفظتي فيها كتاب الله شحال؟ نعم، المده اللي حفظت فيها كتاب الله مده سنتين، اتممت فيها كتاب الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله، مده وجيزه. نعم المده وجيزه، وانا افخر بها بطبيعه الحال. لاحيت في النورمال لا مني ولا بزاف ديال الناس فاش كتجي تحفظ القران ضروري واحد 7 سنين 8 سنين. نعم يعني امر صعب للغايه. نعم صعب للغايه. السر ديالك انت؟ الحمد لله مع الدعوات ديال الوالدين والعزم والاصرار. الحمد لله. والجد والاجتهاد اتممنا حفظه. الحمد لله. سيدي احمد، واش كتسجل التلاوات ديالك وكتنشرهم؟ نعم، عندي قناه على اليوتيوب انشر فيها مقاطع قرانيه خاصه بي. نعم. واتمنى من الله ان يوفقني في هذا العمل. وهذه دعوه ان شاء الله للمتابعين ان شاء الله ان يزوروا قناه اخي احمد القارئ احمد التلفوس، فكما سمعتم صوت جميل جدا جدا، فلا تبخلوا عليه بدعمكم ان شاء الله. سيدي احمد، الاقبال ديال الناس على استماع القران الكريم كاين ولا والو؟ نعم، الاقبال على استماع القران الكريم في الصراحه الإقبال ضعيف جدا. علاش سيدي؟ بسبب الملاهي والشهوات التي نعيشها في هذا الزمن والفتن. تجد الناس يهتمون بالأغاني والمسلسلات والفنانين المشهورين. كرة القدم طبعا. هذيك هذيك بلا. سيدي أحمد، عمرك فكرتي بما أنك كتقرأ القرآن الكريم واش فكرتي أنه تدخل مجال الإنشاد؟ كنفكر ندخل في مجال الإنشاد عام قريب إن شاء الله. ان شاء الله. الله يوفقك. امين. كنقول لهاد الناس حنا حفظنا القران لكي ننال مرضات الله ولكي يكون شفيعا لنا يوم القيامه. يعني تكتسب الاجر. لكي نكتسب الاجر والثواب من عند الله سبحانه وتعالى. شنو تقول لهاد الناس؟ هاد الناس اللي كيقولوا باننا متسولين، كل واحد الفكره ديالو، كل واحد خذ راحتك، المهم النيه ديالنا باينه. احنا النيه ديالنا صافيه. واللي بغى يقول فهمت. تبارك الله عليك. سيدي احمد، كاين نوع ديال الناس اخر وهذا ربما كنصادفو في المواقع في الواقع كيعطيك واحد الايه كيقول شنو التفسير ديالها. انت طبعا ربما ما تعرفش التفسير ديالها لانه الحفظ كيجي بوحده والتفسير كيجي موراه. شنو تقول لهاد الناس هادو؟ هما طبعا كيكون عندهم واحد النظره عليك انه اذا ما فسرتيش هاد الايه راك والو. نعم، صراحه الانسان ملي كيكون حامل لكتاب الله سبحانه وتعالى ماشي ضروري خصو يكون عارف التفسير ديالو فهمتي، حيت التفسير كيجي مع الوقت. دابا 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 حنا حفظنا القران مراه التفسير. لا دابا حنا حفظنا القران، ما يمكنش تحفظ القران والتفسير في نفس الوقت فهمتي. يعني الحفظ هو الاول عاد كيجي مراه التفسير فهمتي. دابا ان شاء الله حنا ماشيين فيه درجه ان شاء الله. الله يوفقك ان شاء الله. درجه سيدي احمد، رساله للشباب. رساله للشباب، اتمنى من شبابنا اليوم ان يهتمون بالقران الكريم. علاش؟ لماذا؟ لان تجد بعض الناس يشكون على انهم مغمومون بسبب ماذا؟ بسبب البعد عن كتاب الله سبحانه وتعالى. والله يقول في كتابه العزيز: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. يعني انه من ابتعد عن القران وعن دين رب العالمين لا حياه له لا حياه له اخره له لا دنيا له ولا لا دنيا هو لا اخره. هذه دعوه الى العوده الى القران الكريم والذي ربما اهملناه وخسرت خاصه في عصرنا الحالي. فنسال الله السلامة ونسأل الله الهداية للجميع. اللهم آمين. سيدي أحمد، شكرا جزيلا. بارك الله فيكم. سررنا بوجودك والتقرب منك أكثر. بارك الله فيكم. وأنا أيضا تشرفت بمعرفتكم وشكرا جزيلا. وشكرا على هذه مسيرة موفقة إن شاء الله. آمين. بارك الله فيكم وشكرا على هذه الاستضافة. حفظكم الله. جزاكم الله خير. إذا متابعينا الأوفياء وأنتم شكرا جزيلا لمتابعتكم هذا اللقاء المتميز والحوار الشيق في ضيافة أهل القرآن. من هنا إلى لقاء آخر، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.